من أهم المكتشفات التي غيرت العالم إلى اليوم علم الطيران. ففي القرن التاسع الميلادي كان العالم عباس بن فرناس أول من صمم آلة للطيران وبحث كثيرا في هذا الموضوع، ويعتبر الأب الروحي للطيران في العالم، وما زال يحظى بالتكريم العالمي لهذا الأمر إلى اليوم. ومن المؤسف أن لا تكون قصته مثلا معروفة بهذا الشكل في العالمين العربي والإسلامي. في العام 852 صمم عباس بن فرناس آلة للطيران في محاولة له للقفز والطيران، وقد قفز بالفعل من أعلى مسجد في قرطبة، ولكن عملت هذه الآلة كأنها أشبه بمظلة هبوط. وفي عمره 70 وتحديداً في العام 875 ميلادي قام بتجربة أخرى للطيران، فقد صمم آلة للطيران تتكون من أجنحة شبيهة بالطيور، وقفز من قمة جبل في قرطبة بإسبانيا، واستطاع الطيران لمدة تقريباً 10 دقائق. للمزيد أكثر عن هذه القصة تجدونه في التعليقات أدناه في طقس العرب. إلى اللقاء.